شاهدوا إسقاط مساعدات إنسانية للمتضررين في محافظة المحويد بواسطة طائرات الهليكوبتر. هذا تطور ملحوظ جدا في اليمن، لأنه تم العجز عن الوصول إليهم بواسطة السيارات، لأن الطرقات خلاص انتهت، أكثرها مقطعة بواسطة السيول التي حدثت وبواسطة تفجر 3 سدود في محافظة المحويد، يعني قطعت الطريق للوصول إليهم، يعني ليس هناك مفر غير أنهم يأتوا بالطائرات ويحاولوا أن يوصلوا المساعدات لهؤلاء المتضررين. فالحمد لله هذا تطور 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 ملموس في الدفاع المدني. يعني الآن إذا حصل نكبة في كذا وكذا، يعني في الآن بدأوا يتصرفوا تصرف حكيم جدا. شوف شوف شوف، الآن وصلت لهم كل المساعدات التي يحتاجون إليها، ولو هي يعني مش بات المساعدات الكافية، بس أقل حاجة الذي يعيشهم، لأنه الآن خلاص الطرقات قطعت، فيحتاج لها وقت كبير لإعادة بنائها من جديد وإرجاعها لخدمتها السابقة. فالآن نطالب من الدولة بأن محافظة المحويد أصبحت منطقة منكوبة بشكل كبير، ونطالب بأنهم يتدخلوا أكثر في الجانب الإنساني لإنقاذ المواطنين الذين تضرروا أكثر وأكثر. هذه الطلعة الطلعتين ما تكفيش، يعني نطالب بأنهم يعني يزودوا من الطلعات، يشوفوا حل.